أعرب ممثلو قوميات كركوك عن قناعتهم في أن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى كركوك حملت دلالات كبيرة أشارت بوضوح إلى أهمية كركوك في كافة المجالات، فضلا عن أن الزيارة شكلت مؤشرا على قرب انطلاق عمليات تحرير الحويجة والنواحي التابعة لها من براثن الإرهاب. شدد ممثلو كركوك من مختلف القوميات على أن زيارة رئيس الوزراء لكركوك هي للتأكيد على أهمية ودور قوات البيشمركة في عمليات التحرير المستقبلية، وخصوصا أن العبادي طالب بدعم البيشمركة في عمليات تحرير الحويجة. هزی پیشمرگی قهرمانی کردستان لگه هزا کردی شورج رکانی ناوچکا و لگل هزا کانی هاپیمانان که قوات البیشمرگ البطل و القوه الكردیه بیضافه الى قوات التحالف الدولی التي قدمت الاسناد من جول قوات البیشمرگ ساهمت في حفاظ على مدينة كركوك. العبادی لم يقم بارسال احتياجات التي طلبتها قوات البیشمرگ اثناء حربها، واليوم يطالب بدعم من قوات البیشمرگ في عملية تحرير الحويجة. اكدنا للعبادی رسميا قبل عامين وعام ونصف عام ضرورة إرسال رواتب القوات البيشمركة وخصوصا تلك التي تقاتل في كركوك، وقد وعدنا بذلك ولكن لم ينفذ وعوده. ممثلو قوميات محافظة كركوك أكدوا أن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى كركوك تحمل دلالات سياسية وعسكرية كبيرة، معتبرين أن الزيارة جاءت في توقيت سيكون له تأثير كبير سواء في الساحة العراقية أو خارجها، وتؤكد أهمية كركوك في هذه الظروف الراهنة. نحن كنا بانتظار هذه الزيارة منذ أكثر من سنتين. الزيارة جاءت في وقت يكون له تأثير كبير على الساحة في العراق وفي خارج العراق أيضا. سيد رئيس الوزراء عندما أتى لكركوك أراد أن يعلن عن كركوك بأن تحرير موصل على الأبواب، أراد أن يجعل من كركوك قاعدة ومركز لانطلاقة القوى العراقية، الجيش العراقي والحشد العراقي وقوات البيشمركة، كل هذه القوات المشاركة التي ستشارك في تحرير الحويجة سينطلقون من كركوك. سيد رئيس الوزراء أعلن هذا من كركوك. لولا أهمية كركوك في هذا الظرف الصعب لم تأتي هذه الزيارة، كذلك جاءت هذه الزيارة لها دلالات أخرى كبيرة، أنه في هذا الظرف دلالات السياسية والعسكرية، زيارة الرئيس الوزراء لجبهات القتال هو للاطلاع عن كثب وعن قرب عن وضع الجبهات وللتأكيد على أهمية ودور البيشمركة في عمليات التحرير المستقبلية في كركوك. كل هذه وكذلك زيارته للمناطق بيشير كلها للتأكيد أهمية كركوك، أهمية هذه المواقع في هذا الظرف الصعب. زيارة العبادي إلى كركوك في هذا التوقيت حملت في طياتها العديد من الدلالات التي تثبت بما لا يقبل الشك أهمية كركوك على كافة الصعد.